بسم الله الرحمن الرحيم. بسمه نبدأ وبه نستعين ونحييكم بتحية الأسلام الخالدة، فسلاما من الله عليكم ورحمته وبركاته. على بركة الله تعلن انطلاقة الشوط الأول الخاص للأبكار الفطايم، منافسات صندوق المواطنين اللي يقام بميدان الساد في صباح هذا اليوم. أول الأشواط نسير مع اللي قادت المسيرة وخذت المركز الأول وسيطرت إلى المقدمة الشاهينية، حمدان بن مبارك بن سويلم العامري. افتتحت إذاعة الشوط شعار مسلم بن سلطان بن محسن العامري، يتقدم إلى المركز الثاني بدخول مميز على ظهر الشاهينية أسهيل بن سلطان بن محسن السلمي. المركز الثالث شوفوا من اللي قادمة، شوف من اللي منطلقة، شوف من اللي أيضا من المناطق الخلفية. ها هي أمامكم لصالح بن علي الصيعري تتقدم إلى المركز الأول في هذه اللحظات. عبرت عبور الكرام، الصيعري يعبر، لكن شوف من اللي قادم على المركز الرابع. المركز الرابع هناك وصول من عوايد ناصر بن سعيد بن راشد السعدي، والخامسة لمتعب بن مسلم بن متعب العامري تتقدم، ولا أيضا مشاهدي الكرام دخولها مميز للغاية. لكن بنعود إلى مقدمة هذا الشوط، بنعود إلى الصدارة مع الصيعري. خلاص الشوط بسم الله ما شاء الله، صالح بن علي الصيعري صبح بالسلام وانطلقت الشاهينية، انطلقت الفوز والناموس والانتصار. بسم الله على هذا الأداء، على هذا العطاء اللي تقدم الشاهينية. صالح بن علي الصيعري أتانا بالشاهينية بأول أشواط الأبكار الفطايم. سلام سلام يا ابو علي سلام. اول اشواط الابكار الفطايم، صندوق المواطنين يتسجل باسم الشاهينية، صالح بن علي الصيعري باول الاشواط بميدان الساد. سلام يا الصيعري سلام، انفراد واضح وضوح الشمس وبدون اي منافس على الاطلاق. الصيعري ينتزع المركز الاول. الثاني مشاهدي الكرام حمدان بن مبارك بن سويلم، المركز الثالث 31 مع السعدي، مع السعدي عوايد ناصر بن سعيد بن راشد السعدي. التوقيت 2:19 الشاهينية، صالح بن علي الصيعري حقق الفوز والانتصار بأول أشواط الأبكار الفطايم.